حقوق الإنسان هي الأول التي ينبغي أن تحترم. كل ما هو محرم بالنص أظن هذه مسألة لا يمكن المغاربة أن يقبلوا بأي حال من الأحوال الخوض فيها. هل الإفطار علنية هو مهدد للنظام العام؟ وهل سنهدد مجتمعا لأن مجموعة من الناس اختاروا الإفطار؟ طبيعي لا يمكن أن نمنع المجتمع الأغلبية أن تجرم شيئا لا يدافع على مثلا إلا 10 أفراد. لا يجوز تحريم مثل هذه القضايا، ونحن لا نرى مثلا بالنسبة للإجهاض أين هو الضرر بالنسبة للمجتمع في أن يتم يعني الإجهاض وتقنين هذا المجال. طبعا كل هذه المسائل يجب أن تكون مقننة.